ودلوقتي جمعنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، وكمان اهم المباريات اللي هتتلعب في الجوله 26 من الدوري المصري ودور الثمانيه لدوري ابطال اوروبا. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيئة السلع التموينية هتفحص عروض الشركات اللي هتتقدم لمناقصة توريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بواقع 1000 طن زيت صويا و500 طن زيت عباد، والتسليم خلال الفترة من 20 مايو ل 15 يونيو 2023. النهاردة لعشاء الدوري المصري موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 26 من عمر المسابقة. هيلتقي فيوتشر مع طلائع الجيش الساعة 9:15 بالليل. في نفس التوقيت هيلتقي كل من البنك الأهلي وحرس الحدود وفاركو مع غزل المحلة. النهاردة لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراتين في إطار مباريات العودة من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا. هيلتقي بنفيكا البرتغالي مع إنتر ميلان الإيطالي الساعة 9 بالليل. في نفس التوقيت هيلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني.